السلام عليكم البنات، جيسبر كو فوزالي بيان. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة ديالي. الوغ فيديو اليوم بصراحة صراحة طلبوه مني بزاف، اللي هو الروتين اليومي اللي كنستعمل لوجهي، شنو لي ماسك اللي كندير. المهم ما غنحط لكم من اول شنو كنقولوا ليها شنو اللبس راجل من اول طبق مرحله، المهم من اول ايتاب حتى لاخر ايتاب. غادي نديرو غوماج، غنديرو ماس، غنديرو كلشي اليوم اونصامبل. شنو اخر صراحه واحد الماسك درتو ولا بقيتو عاقلين حطيتو ليكم فاش كنت غادا لعرس صاحبتي، واحد لو ماسك ديال الجيلاتين ديال لي بوان نوار، ولكن ما حطيتش لكم لي ديتاي فيك كنت زربانه، ما حطيتش لكم لي ديتاي. الوغ اليوم غادي نحطو بلي ديتاي بشحال من حيت فيه الجيلاتين كاكاو حليب. المهم ما نكثرش لكم الهضره بزاف، انا بديت ما غنساليش. غادي نخليكم مع الوصفه، غادي نحطها لكم ديتاي، غنديروا كلشي اونصامبل. يلا خليكم معايا على بركه الله. المهم واحد الملاحظه، نقدر نخلعكم مع جيت صفراء، ما حطاش نقطه ميك اب باش صراحه لا دايره ماسكارا، خصنيش نكذب، دايره ماسكارا باش هكا يبان لكم الريزولتا، دونك ما تديوش على وجهي الشاحب. الوغ البنات اول مرحله غادي نديرها شنو هي، هي ندي ماكي وجهي. حيت دابا هاد الروتين اكيد حنا ما غنديروش في الصباح، سورتو البنات اللي خدامين، دونك غادي نكونوا جايين من الخدمه، ولا ماشي غير اللي خدامين، كتكوني خارجه كتكوني ماكيه كتبغي تجي كتبغي ديري دي ماسك باش وجهك يستراح، هاد الفرخ ما غاديش يسكت. المهم ما ديوهاش فيه. دابا اول حاجه غادي ندير هو غادي ندي ماكي وجهي. باش انا كندي ماكي وجهي بهاد ديال بيوديرما الا شفتوه، البنات اللي ما كيبغيوش كاين اللي منا ما كيبغيش يستعمل القطن باش يديماكي وجهه، يقدر يشري هاد لو جيل. المهم انا هذا عندي ديال سيفورا، تقدروا تستعملوا اي جيل بغيتوه، هذا كديري غير الماء ما كتحتاجيش القطن. الوغ انا بلا ما غنديماكي وجهي حيت اصلا ما فيه والو، دونك غادي ندوز ديريكت المرحله الثانيه اللي هي غادي ندير غوماج لوجهي. لو غوماج سوا غادي ديروا غوماج طبيعي، فايت لي حطيت لكم لو غوماج طبيعي، دونك هاد المره غادي نستعمل الغوماج ديال غارنيي، انا غنوريه لكم باش هكا. هذا البنات هذا زوين، كتاخذوا على حساب البشره ديالكم، سوا البشره العاديه، البشره الجافه، البشره الدهنيه، وما غاليش داير 45 درهم. غادي نابليكي لو غوماج على وجهي صراحة البنات، هاد الغسل ديال الهيمالايا زوين ورخيص، يعني ماشي شي حاجة غادا. أنا جيسي لو ماكسيموم ندير لكم داكشي اللي تقدر أي وحدة تشريه، ماشي داكشي غالي. صافي غادي نخليه في وجهي، ميم با 3 مينيت ولا 4 مينيت وغنغسلو. غندير بخار ديال الماء باش نحل لي بوغ، باش نحيدو لي بوان نوار، باش نديرو الماسك باش نحيدو لي بوان نوار. شنو غادي نحتاجو؟ هذا هو لي ماسك البنات اللي كنت درت لكم وكتسولوني عليه. هنا درت جوج معالق كبار ديال الحليب العادي، هذا جيلاتين غبرة، غادي نزيدو على هنايا، لا بداك غندير كاكاو هو الاول، هذا كاكاو مر، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان حتى يعطيني غير ولي خليط متماسك سائل ماشي خليط. ما كانش عندي مع كيفاش قرينا هذا فيزيك ياك ياكو جاوبوني. المهم غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى يوليو مجموعين، ما يبقاش يبان الحليب وما يبقاش عندي حتى هاد الكريات. صافي ابخي غادي نزيد هاد الجيلاتين اللي بحال هكا، حتى هو جيلاتين غنديرو جوج معالق كبار. هاد الجيلاتين كيتباع البنات عند العطار، كتقولوا ليه بغينا الجيلاتين الغبرة كيعطيه لكم. دابا من بعد ما ولا ليا بحال هكا غندخلو سوا الفران سوا الميكرووند، واللي ما عندهمش هاد جوج في الدار يديروا غير شي كاسرونه ما يعاولوا غيلوحوها من بعد، كاسرونه ويحركوا في يديروها على نار مهيبه ويحركوا. المهم انا غادي ندخلها للميكرووند ونوريكم كيفاش غادي يخرج. صافي انا البنات انا خرجتو من الميكرووند، شوفو كيولي بحال هكا، ماشي غتخليوه بزاف، راه تخليوه حتى جوج دقائق كتشوفوه بدا كيغلي وحيدوه.
دابا غادي نتسنى واحد 3 دقائق بما برد غير شويه وغادي نحطو على وجهي، ما خصنيش نحطو سخون. وغنوريكم حتى الطريقه كيفاش تحطوه على وجهكم باش يجيكم في التحياد ساهل، ما تلقاوش صعوبه في التحياد. دابا الطريقه ديال كيفاش باش ابليكيو، خصكم ديروا طبقه غليظه وشوفوا عندكم ديروا تحت عينيكم حيت ما غيتحيدش ليكم. انا غنقرب باش هكا يبان ليكم، اصلا شي واحد الريحه بنينه ديال التكليف. كيديروا طبقه غليظه، شوفوا غادي كيديروا هاد البلايص اللي عندكم لي بوانوار. انا البشره عندي مختلطه دونك ديما عندي في لابونتي عندي لي بوانوار. سينو اجيو نتحتو واحد شويه مما كرم ليا هاد الماسك. البنات خليو لي في لي كومونتير شنو كديروا في هاد الفتره، شنو الحوايج اللي كتشغلوا بهم راسكم باش ما يجيكمش الملل، باش هكا نستافدوا مجموعين. حاجه اخرى البنات اللي ما بغا اللي ما عندهاش باش غادي دير جيلاتين، ما عندهاش جيلاتين في الدار، ما عندهاش كاكاو، ما تقدرش تخرج، شنو دير؟ دير الماء تيغلي، ديرو في شي طاسه ولا شي سوبيره ولا شي حاجه بحال هكا، دير فوطه على راسها واش خلي داك البخار يشربوا الوجه ديالها. كتهرب ليا الكلمات. المهم ديرو على الوجه ديالها وتخليه واحد المده ديال 5 دقائق. ابخي غادي تشد هذاك الفيليل ديال الشعر اللي كنديروه لشعرنا وغادا تحيد في لي بوان نوار هكا. مي انا جو بريفير هاد لو ماسك حيت كيحيد داك الزغب القوق اللي ما كنشوفوش حتى هو كيحيدو. صافي هذا كونسيرنون لو ماسك. سينو كونسيرنون حاجه اخرى البنات، علاش ما كيجيناش المكياج؟ انا في الحاله دي ما كانش كي ضروري كيبقى لي داك الفوندو طام مكماش، كيبان ليا في سورتو جهه التنيف مع ديك البلاصه كيكونوا فيها لي بوان نوار. علاش ما كيطلعش لنا المكياج زوين؟ حيت ما كنكونوش دايرين، ما معتنيش بالبشره ديالنا، حيت راه ما يمكنش المكياج يجي زوين الا ما كانش البشره ديالنا نقيه ومحافظين عليها، باش نحافظوا عليها باش يجينا مكياج زوين، باش لحطينا الفوندو طام ما يبقاوش دوك التكتلات بحال كنتي بحال عجينه. اكيد غتكونوا فهمتوني، خصنا ضروري نبقاو نديرو دي ماسك، نبقاو واخا ما تشريوش. انا الا وريتكم راه ما عنديش لي ماسك بزاف ديال وجهي، كنستعمل داكشي في الدار، كندير اي حاجه طبيعيه. انا جادور تو سكي ناتشورال، داكشي اللي طبيعي. نحك خيزو نديرو على وجهي الماء ديال البطاطا الخيار، تاكلي بنانه ديري الجلوف ديالها تحت عينيك دوزيهم على وجهك. الوغ اي حاجه طبيعيه البنات ننصحكم تستعملوها. كيفاش كانت عند هادي لا فيديو باده ولكن المهم خليتو اكثر من 5 دقائق. شوفوا البنات علاش قلت لكم تبقى غليظه، هادشي غير درت طبقة غليظة و من الجناب كنبقى واحدة معاه شي تحيد. هلا شوف ميرا فغيمون كيحيد ليكم حتى داك الصغب. جمجمه نحيدو كامل في الدقه، ما تخافوش من هاد الحموريه اللي كيخلي في الوجه. بغيت نوريكم شنو كيحيد بنت الابخي، ندير لكم فيديو نوريكم. المهم هنا بغيت نعطيكم فكره على داكشي اللي كيتحيد لكم فريمون، داكشي بزاف. شوفوا هنا يا زومي تشوفوا الشعيرات الرقاق اللي حنا ما كيبانوش لينا اصلا. الوغ دابا لو ماسك لو برينسيبال ماسك البنات اللي واعر هو اللي كندير ديما ديما ديما، شديت الروز، ما عنديش الروز مطحون، ما نقدرش نخرج نجيبو، شديت الروز طحنتو غادي نكبوه هنايا. هذا الشوفان، شوف علاش كيصلح الحبوب البنات اللي عندهم الحبوب. غادي نحط غير شويه الشوفان و دانون مسوس، اي دانون غادي ناخد شويه ديال دانون
العسل. اي عسل عندكم ماشي ضروري يكون العسل الحر. شو هذا؟ الماسك اللي حطيت لكم نديرو وجهي كامل تحت عينيا. اصلا البنات معروف على الروز كيبيض البشره وكيوحد ليها اللون، العسل مزيان حتى هو البشره كيصفي لينا البشره، اما الشوفان فهو كيحيد الحبوب. اللي عندها البنات اللي عندها لاطراس ديال الحبوب وداكشي دير الشوفان، تقدر دير غير الشوفان والعسل. الا كانت البشره ديالها صافي ما عندها حبيبات في وجهها دير الشوفان والعسل. ونقعد المكونات اللي درنا في هاد هادي نخليه في وجهي مده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه قد ما خليته بزاف قد ما مزيان. المهم البنات هذا داوموا عليه حيت واعر، هذا هو احسن ماسك تقدروا ديروا، هو ديال الروز والشوفان. صافي صافي غادي نخليه 20 دقيقه ابخي غنوريكم ليطاب اللي من بعد منه. صراحه هاد ليطاب اللي غادي ندير بعد هذا ضروري خصكم ديروها سينو غيولي عندكم المسامات كبار. نتسنى 20 دقيقه ونوريكم. الوغ البنات من بعد ما حيدت لي ماسك درت كيفاش مسحتو، شديت فوق لاطراس كاع درتها في مسخون ودوزتها على وجهي باش تحيد ديال لو ماسك. سينو اهم حاجه البنات اهم حاجه اللي هي ملي ديروا اي ماسك اي حاجه كيكونوا لي بور سورتو غوماج كيكونوا لي بور ديالنا محلولين، دونك ضروري ضروري شي حاجه اللي مؤكده ما فيهاش نقاش انك تشد الثلج كلش الثلاجه ودوزو على وجهك باش هكا يتسدوا المسامات ديالنا، ولا الا بحال كنضربوا كلشي في الزيرو حيت المسامات كيكونوا محلولين كنخليوهم محلولين كيبقاو داكشي اللي كيخلي يزيد لينا لي بوان نوار. من بعد ما مسحت غادي ناخذ هاد التونر ديال بيكسي ها هويا، انا غنخلي لكم لا فوتو ديالو وغنمسح به وجهي. تقدروا تستعملوا اي تونر ابار هذا. غادي ندوز على وجهي كامل مي انا جو بريفير هذا واخا غالي شويه مي زوين. اللي ما عندهاش تونر ولا ما عندهاش هذا ولا ما عندهاش باش تشري شي واحد اخر ماشي مشكل، تقدر دوز ديريكتومون لي طاب سيفون. صافي من بعد ما درت تونر لوجهي دابا ثاني حاجه غادي نديرها غادي ندير هاد لا كريم ايدراتون ديال دوكراي للشفتين ديالي غنطبهم حتى هما معايا. غادي ناخذ هاد لا كريم ايدراتون ديال لوريال، صراحه اول مره غادي نجربها كنت كندير ديال ديتخاي مي سالات ليا. البنات واخا وجهكم دهني ايفان مبرزتنا واخا وجهكم دهني هذا ما كيعنيش هذا ما كيعنيش انكم ما غاديش ترطبوا وجهكم، لا واخا وجهكم دهني ضروري مترطب الوجه باش تنقيه. الو قبل ما تنعسو قبل ما تنعسو دي ماكيو وجهكم ضروري نديرو هاد الشكل إدغاطون. إدغاطيت وجهي دابا غادي ندوز غادي ناخد هذا ديال فيتامين او هاد السيروم ديال فيتامين او غادي نحلو وغادي نديرو تحت لي سيروم حيت لا كريم ايدراتون ما غنديروش تحت العينين تحت لي سيروم. واللي ما عندهاش هذا راني فايت اللي درت لكم مرطب ديال تحت العينين في الفيديو اللي قبل من هذا. صافي صراحه كيعجبني وجهي فاش كنرطبو كنعتني بيه. اصلا نتوما غادي تلاحظوها
غادي تحسوا بواحد الرطوبه كتولي بحال البشره ديال البيبي عندكم. صافي هذه هي اخر ايطاب كندير، جيسبر نكون فدتكم ولو شويه، يتمنى فيديو اخر.